ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة كيك بسيط وطعمه رائع. الكيك هش وطري جدا لآخر فتفوتة، نكهة الليمون فيه واخدة الكيك لطعم تاني خالص، يمكن بيشبه شوية طعم المادلين الفرنسي، ولو شلنا الليمون اللي حطيناه في الوصفة هتبقى أجمل وصفة سبونج فانيلا كيك هتعمليها. يلا نبتدي على طول ونقول بسم الله. اولا هدهن القالب اللي هخبز فيه الكيك بالزبده. لو القالب فيه تجاويف زي ده نتاكد اننا دهنا كل التجاويف دي كويس عشان الكيك ما يلزقش، ولو القالب قديم شويه وفي احتماليه انه يلزق في الكيك يبقى لازم نرش رشه دقيق. كده القالب جاهز، هسيبه على جنب. تاني حاجه المواد الجافه، هحتاج كوبايه ونص دقيق متعدد الاستخدامات، هشيل منه 3 معالق كبار وهحط مكانهم 3 معالق كبار نشا، يعني دول كوبايه ونص دقيق الا 3 معالق وبنزود الباقي نشا. النشا بتقلل نسبه البروتين في الدقيق وبتخلي الكيك هش وطري اكتر. معلقتين صغيرين بيكنج باودر وربع معلقه صغيره ملح. هقلب المواد الجافه دي مع بعض وهسيبها على جنب. بعد كده عندي 3/4 كوبايه لبن وربع كوبايه زبده، هحطهم مع بعض في كاسرول على النار وهسخنهم لحد ما يوصلوا لمرحله الغليان. في الطبق بقى اللي هخلط فيه كل حاجه هضيف 3 بيضات وسط بدرجه حراره الغرفه، 3/4 كوبايه سكر، بشر ليمونه، ده اللي بيودي الكيك بقى في حته تانيه خالص، ونتاكد ان احنا بنبشر بس الطبقه الصفراء مش البيضه علشان ميبقاش فيه طعم مراره، 2 معلقه صغيره فانيلا، وعلى سرعه عاليه هضرب كل ده مع بعض لحد ما يبقى لونهم فاتح وقوامهم كريمي. برضو الخطوه دي مهمه علشان الكيك يكون هش وطري ولونه فاتح من جوه. بعد كده هضيف ربع كوبايه زيت وهكمل ضرب لحد ما القوام يتقل شويه، ممكن دقيقه كمان. هندخل بعد كده المواد الجافه اللي حضرناها على الخليط ده، وهقلب بالمضرب اليدوي العادي لحد ما الدقيق يختفي. القوام بيكون تقيل شويه بالشكل ده. هنا بقى هنزل باللبن والزبده بعد ما سخنوا وهقلبهم مع بقيه الخليط، وهنلاحظ ان قوام الخليط ابتدى يخف شويه. بكمل تقليب لحد لما نوصل للقوام ده، هصبه بقى في القالب اللي حضرناه. ولو ما عندكيش قالب كيك زي ده ممكن صينيه مقاس 24 او 26 سنتي. بخبز الكيك في فرن بارد بتاخد من 45 ل 50 دقيقه على درجه حراره 170 درجه سلسيوس. بنختبر سواها اننا بندخل عود خشب، لو طلع نضيف تبقى دن، وطبعا مش بنفتح عليها قبل 35 دقيقه علشان ما تهبطش، وطبعا نراعي اننا لو خبزناها في صينيه اكبر هتاخد وقت اقل في السوا. بنسيبها تهدى شويه وبعد كده بننقلها على الكولينج راك لحد ما تبرد تماما وبنقطعها. وبالف هنا ليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. سلام.